brothers يعني عنده أخين TH and TH. الأولاني اسمه ثيو. ثيو ده هننطق هنا TH like زي الحروف اللاتوية زي حرف التاء، فبقول تف 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 تف. impolite ثيو يعني الولد ثيو ده impolite يعني مش مؤدب، طول الوقت يطلع لسانه ويقول تف 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 تف. كلمات زي كلمة thin. thin يعني ايه؟ رفيع. كلمات ثانية زي كلمة tooth يعني سنة. tooth. كلمة ثانية زي كلمة math. يبقى th هنا بتتنطق صح. تاون. بقول للطفل ان هنا في impolite thin يعني الولد اللي هو thin مش مؤدب طول الوقت يطلع لسانه ويقول تف تف تف. ممكن استخدم حاجة تانية زي ده كلاون. جبت الرسمة دي من على جوجل وحطيت له الفن ده عشان اوري الطفل ان الليتر تي اتش بتنطق تف تاون. وهقول له كلمات مثلا زي كلمة فن تف فن ماث 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 باث باث. كلمة زي كلمة توث توث. يبقى انا ثبتت له كده ان كلمة ماوث بطلع فيها تونج، بطلع فيها تونج غير كلمة ماوس اللي هي يعني الكلمة دي ام او يو اس. ماوث وكلمة ماوس دي فقر والكلمة دي الفاء اللي هي ماوث ماوث ماوث. يبقى انا اوري له ان التي اتش بتنطق ت تاون. طيب عندنا الاخ الثاني بقى التوأم بتاعها تي اتش الثانية بتنطق عشان هي بتحب البي. بي يعني ايه؟ نحلة. فطول الوقت يقول كلمة زي كلمة أم يعني mother. 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 كلمة ثانية زي كلمة father. father. كلمة ثالثة زي كلمة this. this. أو that. يبقى هنا في TH اتنطقت عشان الولد ده بيحب البي. بي يعني نحلة. ممكن نرسم بي أنا معرفش أرسم أوي يعني بس ممكن نعمل نحلة عشان كده يعني. كان بيحب البي فطول الوقت يقول لكن ده impolite فيه وبيطلع لسانه وطول الوقت يقول تف تف تف. لكن ده فهقول هنا thin tooth mouth mouth. لكن هنا هقول mother father death and that.